الفن والإبداع يتواجد حتى في جامعتنا، ومنها كلية الفنون الجميلة الحاضرة بفنها وإبداعاتها في جميع تخصصاتها في محافظة الحديدة، والتي وبرغم الغياب الذي دام لسنوات إلا أنها عادت لإقامة معارضها، منها قسم التصميم الداخلي بجميع مستوياته وخصوصا الرابع، الذين يقيمون المعارض الفنية لعرض المحتويات والإبداعات والنقوش المتنوعة ومشاريع تخطيطية وغيرها الكثير. المعرض بصراحة يعني كما شاهدتم مشاهدة كل الأخوة الزائرين اليوم كان متميز من حيث الحضور ومن حيث النوع ومن حيث التصميم ذاته. شاهدنا العديد من الأفكار الجديدة في تصميم المنشآت سواء التجارية منها أو المدنية. الإنجاز كان سريع وبالوقت المحدد من كافة الطلاب والمدرسين. الأعمال حقيقة تستحق أن يقام لها معرض. النجاح هذا هو نجاح للطلاب أولا ونجاح لنا كمدرسين والطلاب. المعرض هذا هو نجتمع فيه جميع المستويات، نتعرفوا على أعمال مستويات متقدمة مستويات متأخرة، هكذا كل واحد يتعرف على العمل الثاني والأساليب اللي بيستخدموها في التصاميم وهذه الأمور كامل. فهذه كانت فرصة سنويا تقام، فرصة للطلاب إنهم يشوفوا أعمال بعض كمستوى أول وثاني وثالث ورابع، يتعرفوا على أعمال بعض. الجانب العملي الذي يتعلمونه اليوم يطبقونه بأنشطة تطبيقية ليرتبط بالواقع، ولهذا دشنا فتح هذا المعرض الجديد بحضور رئيس جامعة الحديدة ومحافظها، حيث استمر لمدة 3 أيام، حوى مجموعة من إبداعات وأفكار وتصاميم الشباب من أجل النهوض بيمن الغد نحو إبداع فني. كما تعودنا سنويا بالمعرض السنوي لطلاب قسم التصميم الداخلي بكلية الفنون، فهم اليوم نشاهد الإبداع ونشاهد التميز من مستوى أول ومستوى ثاني ومستوى ثالث ومستوى رابع مشروع التخرج. أقمنا هذا المعرض في كلية الفنون الجميلة العام 2023، المعرض السنوي الذي نقيمه كل سنة لنعرض فيه أعمالنا السنوية من مستوى أول إلى مستوى ثالث الذي وصلنا له، وهذا المعرض يقيم للمستويات الأربعة. طلبة كلية الفنون هنا يحتاجون للدعم والانطلاق من أجل صقل مواهبهم في الميدان وتنميتها، أعمال نشاهدها بإبداع باهر يجعل المشاهد لها حقيقة لا خيال. فمتى تتحقق هذه المشاريع من أجل بناء عالم من الإبداع بأنامل وأفكار هؤلاء الشباب؟ هذا كان مشروعنا للترم الأول عام 2023، مشروعنا مركز سمعيات وبصريات، معنا في هذا المركز قسم للسمعيات للبصريات وأيضا للعدسات اللاصقة، كمان في تصميمنا عملنا دور ثاني لفحوصات ومركز صيانة، فهذا كان مشروعنا في مستوى ثالث. وهذا عملي مكان حلويات داخل مول تجاري عبارة عن حلويات وكوافير مقسم لطابقين، طابق للأكل وطابق للشراء على مدار الأيام يستعدون ويتحملون السهر والتعب من أجل إبراز مواهبهم. هنا تكفيك زيارة واحدة إلى قسم التصميم الداخلي كي تكتشف هذه القصص الإبداعية بريشة الفنان المبدع الذي ينتظره الكثير في المستقبل.